طول عمرنا متعايشين معهم، ولا وجدوا من أهل السنة شرا، لا في العراق ولا في الكويت ولا في المملكة، طيب، ولا في غيرها من البلاد، ولا حتى في البحرين. تزور البحرين لعلك في السابق، ما كنا نرى شيئا إلا لما خرجت الثورة. في الكويت عندنا كان لنا جيران شيعة وما زال، طيب، وأصدقاء شيعة وما عندنا أي مشكلة معهم، متعايشين معهم ما في مشكلة. هم الذين يبدأون، نحن لا نبدأ. أعطيك مثالا، نصراني وتكلم في محمد صلى الله عليه وسلم ومجد عيسى عليه الصلاة والسلام وقال إنه ابن الله، ردي عليه طبيعي أن نقول إن عيسى ليس ابن لله ولكنه عبد الرسول، فسب محمدا أعني النصراني، فلا أستطيع أن أسب عيسى عليه الصلاة والسلام، لأن عيسى أيضا عندي معظم ومبجل. الشيعة يبجلون ويعظمون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى رفعوهم يعني فوق الذي أعطاهم الله تبارك وتعالى، فنحن لا نقبل هذا، ومع هذا نحب آل البيت ونتقرب إلى الله بحبهم، لكن لا نقبل ما يقولونه فيهم، فيأتون ويسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الذين اعتدوا، نحن لا نعتدي، يعني وإذا نحن ما عندنا أي مشكلة من التعايش.